مر التاريخ كانت عمان في موقع التفاعل الحضاري، تعطي الغير وتأخذ منه في علاقات تعاون غير مسبوقة بتاريخ البشرية. كانت ولا تزال تسم عمان الحاضر بسمتها الخاصة من حيث الانفتاح الحضاري والعلاقات المتميزة. ضفار هي الجزء الجنوبي من سلطنة عمان، وقد حباها الله بطقس استثنائي، فعندما تكون معظم مناطق شبه الجزيرة العربية تحت سطوة شمس لاهبة صيفاً، تصبح هي واحة خضراء تنعم بطقس معتدل وماطر. وخريف ضفار بذلك يعطي حضوراً استثنائياً كل عام للجمال، فهو هبة ومصدر الخير منذ القدم. كانت أكثر البلدان خيراً وأكثرها مياهاً وشجراً وثمراً، هكذا قال عنها المؤرخ العربي ياقوت الحموي. الزائر لمحافظة ضفار يعطي لنفسه مساحة زمنية هامة تقربه إلى أغلى سلعة بين حضارات العالم القديم. اللبان كان محور التجارة قديماً، اهتمام الحضارات بهذه المادة الثمينة جعل من ضفار محط أنظار العالم القديم. وقد أثار وجود اللبان والصمغ في هذه المنطقة من سلطنة عمان حفيظة المؤرخين منذ عصور ما قبل الميلاد. المؤرخ اليوناني هيرودوت أشار إلى اللبان كسلعة نادرة في العالم القديم وإلى هذه المنطقة المهمة من العالم التي تحتكر تجارته. الجغرافي بطليموس وضع منطقة اللبان على أول خريطة رسمها للجزيرة العربية. لقد اكتسب اللبان أهمية بالغة بالنسبة لخطوط المواصلات التجارية في العصور القديمة، حيث شكل ملتقا للطرق التجارية بين آسيا وأفريقيا وإلى أوروبا. ولأنه المحور المهم في هذا الحديث التاريخي، كان تخصيص وادي دوكا ليكون نموذجاً للمناطق التي تنمو فيها أشجار اللبان. وادي دوكا يقع إلى الشمال من صلالة ويبعد عنها حوالي 30 كيلومتراً. عملية جمع ثمار اللبان تبدأ عادة في شهر إبريل، وموسم حصادها يستمر 3 أشهر، وخلالها قد يصل الإنتاج إلى أكثر من 7000 طن. الضربة الأولى للشجرة أو كما تسمى بالتوقيع هي المرحلة الأولى والمهمة في عملية استخراج اللبان، وهي عملية تحتاج إلى مهارة ودراية. وهكذا مرحلة بعد أخرى وبجهود كبيرة وفي أجواء شاقة وصعبة إلى أن يتم جمع اللبان وتصديره. عبر تجارة اللبان العماني في التاريخ القديم مسارين اثنين، أولهما المسار البري والذي كانت وجهته تعبر شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الرافدين والشام ومصر القديمة، وثانيهما المسار البحري والذي كان يسلك طريق التجارة البحرية القديمة باتجاه الشرق الآسيوي. وكانت سمهرم والبليد مناطق انطلاق تجارة اللبان البحرية باتجاه أوروبا. وهناك وفي جميع هذه المواقع المختلفة كانت تتم عملية المقايضة، حيث سلع مثل التمر والذرة مقابل اللبان. وهذا التقليد الذي كان يشمل سلعا أخرى كان يتم بصيغ متعددة وبطرق يتفق عليها مسبقا. والحديث عن اللبان يستدعي وقفة قصيرة مع أنواعه المختلفة ودرجات جودته التي عرف بها عبر التاريخ وحتى يومنا الحاضر. اللبان الحوجري هو الأفضل والأثمن من بين كل أنواع اللبان، وينتج هذا النوع في منطقة النجد الصحراوية،
حيث الرطوبة قليلة والحرارة مرتفعة، وهو ما أعطى التميز والجودة لهذا النوع الثمين والغالي. النجدي والشزري أنواع أخرى من اللبان، يليها في النوع والنقاء اللبان الشعبي أو السهلي أو الرسمي. واحة هانون هي استراحة قوافل اللبان، وهي المنطقة التي تنطلق منها إلى موانئ البليد وسمهرم. هذه القافلة المحملة باللبان توحي بأهمية اللبان كتجارة وسلعة، وتذكرنا بالحضور التاريخي الذي جعل من اللبان جسرا للتواصل بين حضارات العالم القديم قبل أكثر من 7000 سنة. لهذا كانت هذه المتاعب والمشاق، ومن أجلها تحركت قوافل اللبان في مسارات شاقة وظروف مناخية صعبة إلى أنحاء العالم. وصلت هذه القافلة من وادي دوكا لتتزود بالمياه، وليستريح رجالها لبعض الوقت لشرب القهوة وللأكل والتخطيط للمرحلة القادمة التي تحط بهم على شواطئ البليد وسمهرم. موقع آخر من مواقع اللبان، وجولتنا إلى شصر أو بار الأسطورية البعيدة عن مدينة صلالة ب170 كيلومترا إلى الشمال. الرحالة ماركو بولو قال إن تجارة اللبان تبر عبر طرقها ومساراتها، وتنطلق منها برا وبحرا إلى أنحاء العالم. دلائل كثيرة ومهمة تشير إلى أقدمية أوبار وأهميتها بالنسبة لتجارة اللبان، وارتباط هذه المادة بتقاليد وثقافات وديانات شعوب العالم القديم. وفي هذا يمكننا القول إن موقع أوبار الأثري كان يمثل المركز الرئيسي للتجارة البرية المتجهة نحو الشمال، والتي بدأت منذ العصر الحجري الحديث، أي قبل 5000 سنة قبل الميلاد. علماء الآثار والجيولوجيا رجحوا أن يكون زلزال خفيف ضرب منطقة أوبار، مما أدى إلى تدمير مبانيها وقلاعها التي لم يبقى منها سوى هذه المعالم المنتشرة هنا وهناك. الحفريات التي تمت في عام 1990 كشفت عن وجود جدار عريض يرتبط بعدد من الأبراج في زواياها المختلفة، مكونا بناية كبيرة. كما تم اكتشاف برجين آخرين مع عدد من الغرف التي يعتقد بأنها بنيت وقت تشييد المدينة، وبعضها يعود إلى فترات لاحقة. المعثورات من السيراميك والبخور والأدوات الفخارية والزجاجية والفؤوس الحجرية، رؤوس السهام الحديثة، قطع الشطرنج، جميعها شواهد أثرية قديمة تخبرنا بهذه المنطقة التاريخية من سلطنة عمان، وبتواصلها الحضاري والإنساني والثقافي والتجاري مع شعوب وحضارات العالم القديم. شروق وغروب الشمس أوقات محددة للحركة والعمل والنشاط بالنسبة للمشتغلين بقوافل اللبان، ومع طلوع الشمس يتم تجهيز القافلة للسير. وسط هذه الرمال القاسية من منطقة أوبار انطلقت القافلة المزودة بالحجر والنجدي والسهلي إلى بلاد الرافدين وأوروبا.
من اشكايفي دير خليا من عزيب وشاوي الله يصحي لك يا على بعد 40 كيلومترا إلى الشرق من صلالة يقع خور روري الأثري أحد أبرز المواقع الأثرية. الأثريون الذين زاروا المكان منذ الخمسينيات وحتى الآن أرجعوه تاريخيا إلى القرن الأول قبل الميلاد. تقول كتب التاريخ إن استراتيجية سمهرم وتحصيناتها جعلت منها منطقة شهيرة على امتداد الحضارات القديمة، وكان ميناؤها مكان أمان للسفن القادمة والعابرة، وبأنها المركز العالمي الوحيد لتصدير وإنتاج أجود أنواع اللبان في العالم. الرحلة التاريخية التي أرسلتها الملكة الفرعونية حتشبسوت إلى سمهرم لشراء اللبان تدون ملامح العلاقة التجارية التي ربطتنا بحضارة الفراعنة، وتفاصيل هذا الحدث التاريخي مدونة الآن على جدران معبد الدير البحري بالأقصر بجمهورية مصر العربية، كما يحتفظ المتحف بقصة وأحداث هذه الرحلة الشهيرة. سمهرم كما ظهرت في النقوش تعني السهل العالي. الإغريق في كتاباتهم عن الرحلات البحرية ذكروا أن موشكا هي نفسها سمهرم الشهيرة بتصدير اللبان إلى حضارات العالم القديم. وجود هذه القلعة بمدخلها الرئيسي وسورها وبواباتها الثلاثة وأبراجها الخارجية وعمارتها الداخلية تشير إلى ازدهار المنطقة منذ تشييدها في القرن الأول قبل الميلاد. التنقيبات والمسوحات الأثرية كشفت عن مستوطنة كبيرة شيدت على النمط المعماري العربي. على جدران مبانيها وجدت بعض النقوش المكتوبة بالأبجدية العربية، وهي تصف المدينة التي بنيت لتأكيد السيطرة على تجارة اللبان. كما عثرت على بعض النقوش لم يبقى منها سوى نقشين يقعان في الممر المؤدي إلى مدخل المدينة. المدخل إلى ميناء سمهرم يقع بين تلين غير متباعدين، ويحده من الجانب الغربي هضبة مرتفعة، وتحيطه التلال من الجهة الشرقية. على بعد 300 متر من المدينة تم الكشف عن بقايا معبد يعود إلى القرنين الثالث والرابع قبل الميلاد، وعثر فيه على مبخرة كبيرة مزخرفة بنقوش على شكل متدرج ولها قاعدة على شكل عمود كبير يقع في منتصف المعبد. مجموعة أخرى من الفخاريات والخزفيات النبطية، قطع برونزية وعملات معدنية ورحى حجرية وتمثال لفتاة هندية تعزف على الناي ومبخرة حجرية لحرق اللبان والبخور، كلها دلالات تاريخية لاتصال حضاري وتاريخي بين هذه المدينة وحضارة بلاد ما بين النهرين والحضارة الهندية. ومن الواضح أن المدينة التي عناها اليونانيون بقولهم مدينة هاوية الشلال والتي أشاروا إلى وجودها في بلاد اللبان ما هي إلا مدينة سمهرم. قافلة أخرى من قوافل اللبان الكثيرة كانت وجهتها عبر هذه المسارات الجبلية الوعرة إلى ميناء سمهرم حيث تتم عملية المقايضة. من على هذا السنبوق أو القارب التقليدي تبدأ عملية شحن اللبان إلى تلك السفن الرابضة وسط البحر، ومنها إلى مصر وأفريقيا والهند وأوروبا. البليد مدينة أثرية تاريخية مهمة في مدينة صلالة لعبت دورا كبيرا ومتميزا منذ القدم، وامتدت بعلاقاتها التجارية إلى الصين والهند والسند واليمن وشرق أفريقيا والعراق وأوروبا، وكان اللبان هو محور هذا اللقاء والتواصل. ففي هذا الموقع الذي يشهد عملية ترميم وصيانة مستمرة تجثم أطلال أكثر المدن التاريخية العمانية غموضا.
قال عنها ابن بطوطة إنها من المدن الجميلة والرائعة، كما أعجب بكثرة مساجدها وقصورها وأسواقها. كتب عنها الرحالة اتش جي كارتر في الأربعينيات وتحدث عن عمارتها ومسجدها الكبير وتحفته الرائعة. التاجر الإيطالي بولي الذي زارها في عام 1903 للميلاد قال إنها مدينة عظيمة تطل على البحر وتقصدها السفن من كل مكان. الكاتب الصيني جان جو كاو أشار إلى اللبان وإلى جودته وإلى أهميته كأبرز سلعة تخرج من البليد إلى أنحاء العالم. الرحالة ماركو بولو ذكر البليد في مؤلفاته وقال إنها من أكبر الموانئ الرئيسية في المحيط الهندي. الجامع الكبير أبرز معالم المدينة وأكثرها إثارة للإعجاب، كان حتى وقت قريب مغطى بالأتربة والأحجار، وقد تم الكشف عنه في السنوات الثلاث الماضية، حيث تم ترميم الأجزاء المتبقية من الجامع التي تم الكشف عنها. يضم هذا المسجد 144 عمودا تشكل 13 صفا من الأعمدة، معظمها ثمانية الأضلاع، ويتوسطها صحن المسجد. حصن البليد كان مركز السلطة في المدينة ومقرا للحاكم. المسوحات الأثرية كشفت عن الجانب الشمالي للحصن، حيث ظهر الجدار الخارجي مع برج دائري شكل، كما ظهر برج آخر في الركن الشمالي الشرقي، بينما اتصل الركن الشمالي الغربي بجدار يتجه ليتصل مع سور المدينة. وتشير المصادر التاريخية إلى أن مدينة البليد كانت محصنة ومحاطة بأسوار دفاعية ضخمة، ولها أربعة أبواب ذكرت أسماء ثلاث منها: باب الساحل وباب حرقة وباب حرجاء. ما نشاهده في البليد من صيانة وتجديد يدرك أهمية ما توليه حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله لهذا التراث، وبأن الحاضر هو امتداد لذلك الماضي الثري الذي لم نتمكن من معرفة أبعاده وحقائقه إلا بمواصلة البرامج والمسوحات والدراسات والتوثيق والحماية اللازمة.